اهتمت الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الشمالية على الخصوص بعودة وتيرة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة للارتفاع وتداعيات ذلك على المؤتمر الوطني الجمهوري المقرر عقده الشهر المقبل في فلوريدا، وتزايد حالات الإصابة بالفيروس في صفوف نواب البرلمان البنمي، وتمديد إغلاق الحدود المكسيكية الأمريكية. في الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن البلاد سجلت يوم أمس ثاني أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في وقت عمد فيه حكام الولايات وعمداء المدن إلى إصدار أوامر جديدة حول إجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية والحد من التجمعات الحاشدة. وتابعت اليومية أن هذه القيود الجديدة تعكس حقيقة مؤلمة مفادها أن الوباء في الولايات المتحدة الذي تفشى في 41 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين يمكن أن يتفاقم في الأسابيع والأشهر المقبلة. بالمكسيك، اهتمت صحيفة اليونيفرسال بالعلاقات بين مكسيكو وواشنطن، مشيرة إلى أن إغلاق الحدود بين البلدين سيتم تمديده لمدة شهر إضافي حسب وزارة الخارجية المكسيكية. وفي بنما، كتبت صحيفة لابرينسا أن قائمة نواب البرلمان المصابين بفيروس كورونا تواصل الارتفاع بعد تأكد إصابة رئيس الهيئة التشريعية ماركوس كاستييرو بالمرض، مشيرة إلى أن عدد النواب الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 5 حتى الآن.